تمركزت دبابات الجيش السوري على بعض المحاور في مداخل مدينة حماة التي قال الرئيس السوري بشار الأسد محافظها غداة أكبر تظاهرة مناهضة للنظام شارك فيها نحو نصف مليون متظاهر وحدتهم رغبة واحدة وطلب واحد تجلى في المطالبة بتعجيل رحيل النظام السوري في يوم جمعة إرحال. وأطلق رجال الأمن النار لتفريق تظاهرات جرت في عدة أحياء في مدينة حمص وحلب ودمشق ولاذقية وقتل 13 شخصا على الأقل في إدلب وريفها برصاص رجال الأمن. والتقى العديد من الشخصيات الموالية للنظام السابق في دمشق في محاولة لبدء حوار بين الأطراف المعنية وبالتالي دعوة الأسد لإجراء إصلاحات سياسية. جئنا من أجل دعم هذه الإصلاحات ومن أجل أن نقول للعالم كله هناك فرصة للحوار في سوريا، هناك فرصة لطريق ثالث بين تحالف السلطة مع الجبهة الوطنية وبين تحالف المعارضة. في مناسبة عدة وعد الرئيس السوري بشار الأسد بإصلاحات ديمقراطية، لكن بالنسبة للمعارضة الوعود لم يتم الوفاء بها وتظل حبرا على ورق.